بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدبلوم الضرائب الفرقة التانية، مقرر مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. مفروض أنا هتناول معكم في الترم ده القسم التاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعة. المحاضرة الأولى بتبقى مراجعة على قواعد المحاسبة الضريبية، والمحاضرة التانية والتالتة بتبقى تطبيقات عملية. طيب نبدأ بقى المحاضرة الأولى. موضوع إيرادات النشاط التجاري والصناعي، الهدف من الدراسة هو تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بالنسبة لمنشأة فردية، يعني عايزين نوصل إلى صافي الربح الضريبي. طيب إيه الحاجات اللي هتيجي في المسألة عشان من خلالها اوصل الى صافي الربح الضريبي؟ دي معطيات التمرين. يطرح لك بالتمرين البيانات الاتيه: صافي الربح من واقع قائمه الدخل، ده كمان بنسميه صافي الربح المحاسبي. يطرح ايضا نتائج الفحص الضريبي لبنود المصروفات والايرادات. ويبقى المطلوب دايما هو الهدف، ايه هي التعديلات الواجب ادخالها لتحديد صافي الربح الايه الضريبي. الحقيقة بنعمل كشف اسمه كشف تعديل الربح. المنطق من وراء هذا الكشف هو الآتي: أنا بفحص بنود الإيرادات والمصروفات، نتائج الفحص البنود المعالجة دفتريا معالجة متفقة مع المعالجة الضريبية، المعالجة الضريبية، فهذه البنود لن نجري عليها اي تعديلات. انا بعدل فقط لو ان المعالجة الدفترية تختلف عن المعالجة وفقا لقانون الضرائب، انما الاجراءات المتفقة دفتريا مع ما هو وارد في قانون الضرائب فهذه اجراءات صحيحة تطرق دون اجراء اي تعديلات. تعديلات فقط تتعلق بمعالجة في الدفاتر تختلف عن المعالجة وفقا لقانون الضرائب. فلما اجي اعدل الربح في المرحلة الاولى بنعمل تعديلات تتعلق بالايرادات وتعديلات تتعلق بالمصروفات. نمسك تعديلات الايرادات: لو ان ايرادات خاضعة للضريبة الا انها غير مدرجة في دفاتر الشركة، لازم اتدخل عشان اجري التعديل. ايه التعديل؟ هذه الإيرادات تضاف إلى صافي الربح. لو على العكس إيرادات غير خاضعة للضريبة ومدرجة أصلا في الدفاتر، هي برضو هذه الإيرادات كون أنها إيرادات غير خاضعة للضريبة إذن لابد أن تستبعد، يعني لابد أن تخصم من صافي الربح المحاسبي. فهتلاقي الرقم مكتوب داخل أقواس إشارة إلى أنه يخصم. إذن لو في إيرادات خاضعة وغير مدرجة في الدفاتر تضاف، والعكس بتاعها لو في إيرادات غير خاضعة ومدرجة في الدفاتر تخصم. نيجي على تعديلات المصروفات: لو أن هناك مصروفات مسموح بها ضريبيا وأيضا غير مدرجة في الدفاتر، فإدراجها بيؤدي إلى بزود المصروفات، وده معناها بخفض صافي الربح. انت بتاخد التأثير على صافي الربح. مصروفات غير مسموحة بها ضريبيا لم تدرج، لو انا ادرجتها كده مجموع المصروفات بيزيد، يبقى صافي الربح ايه بقى؟ بينقص. اذا هذه المصروفات تخصم من صافي الربح. على العكس من كده، لو ان هناك مصروفات غير مسموح بها ضريبيا ولكنها مدرجة في الدفاتر، كوني انا ارغب في استبعادها من الدفاتر ده من شأنه يخفض المصروفات، يعني يزود صافي الربح. اذا كقاعدة ذهبية، التأثير على الايرادات له تأثير مماثل على صافي الربح. خفضت الايرادات كأني بخفض الربح، زودت الايرادات كأني بزود الربح. انما تعديل في اي بند في المصروفات، ازود مصروف كأني بخفض الربح، اخفض مصروف كأني بزود الربح. المهم عدلت الربح
بالاربع حاجات دول وصلت الى رقم اسمه صافي الربح المعدل. ده كده يمثل المرحله الاولى. في المرحله الثانيه بخصم من صافي الربح المعدل الايرادات المعفاه عشان اوصل الى صافي الربح الايه، صافي الربح الضريبي. كتاكيد على الكلام ده عملت لك جدول بيلخص قواعد تعديل صافي الربح. لو ان ايرادات خاضعه للضريبه ومدرجه في الدفاتر تترك وشانها، مفيش اي تعديلات. انما لو انها في الاصل كانت غير مدرجه بالدفاتر اذا تضاف الى صافي الربح. ده السطر الاولاني. السطر الثاني، مصروفات مسموح بها ضريبيا لو انها مدرجه في الدفاتر فده اجراء طبيعي او اجراء صحيح يترك. انما لو انها غير مدرجه في الدفاتر اذا تخصم من صافي الربح. مصروفات غير مسموح بها ضريبيا لو انها مدرجه في الدفاتر تضاف الى صافي الربح. لو انها غير مدرجه تترك. ايرادات غير خاضعه للضريبه لو انها مدرجه في الدفاتر تخصم من صافي الربح. لو انها غير مدرجه في الدفاتر تترك. ايرادات معفاه لو انها مدرجه في الدفاتر تخصم من صافي الربح. ولو انها غير مدرجه اذا تترك. فتركز حاجه زي كده. انما الاصل دايما ان انا بتعامل على ان الايرادات والمصروفات التي تاتي بالتمرين هي اساسا مدرجه في الدفاتر من غير نص صريح. يبقى النص الصريح لو انها غير مدرجه هيقول لي كده بقى، ما لم ينص على خلاف ذلك. يعني ايرادات المصروفات التي جاءت في التمرين تمثل ما هو مدرج في الدفاتر. لو ان حاجه منهم مش مدرجه هيقول لي عليها انها غير مدرجه في الدفاتر او غير مسجله في الدفاتر. طيب نبدا بقى ونطبق قواعد الفحص الضريبي لبنود الايرادات والمصروفات المدرجه في الدفاتر. وهنبدا بفحص بنود الايرادات. واحد، الايرادات المعفيه اللي هي سياتي ذكرها في المرحله الثانيه، تخصم من صافي الربح المعدل في المرحله الثانيه زي ما قلنا من شويه. اسماء هذه الايرادات عوائد سندات مقيده في البورصه، وباكد على كلمه ايه، مقيده في البورصة، لأن شرط الإعفاء أنها تكون مقيدة في البورصة. سواء بقى يقول لك في الجداول الرسمية أو في الجداول غير الرسمية ما تفرقش، المهم أنها مقيدة في البورصة. تحتها أرباح بيع أوراق مالية مقيدة بالبورصة. يبقى الجنب اليمين في الإيرادات المعافاة دول شرط الإعفاء أنها تكون مقيدة في البورصة. عوائد ودائع بالبنوك، أرباح أسهم أو التوزيعات، ودي ليها معالجات خاصة هنشوفها جوه التمرينات، أرباح الأسهم أو التوزيعات دي تحديدا. المهم هذه الإيرادات المعفاة لما تجيلك في السؤال وتكون مدرجة في الدفاتر أنت بتعالجها في المرحلة الثانية في كشف التعديل بأن تخصم من صافي الربح المعدل. يعني لو جاتلك في السؤال انت هتعالجها جوه كشف التعديل في المرحلة التانية منه بأنها تخصم من صافي الربح المعدل. نمرة اتنين، ايرادات خاضعة للضريبة بكامل قيمتها. ركز في اول اتنين، ايرادات عوائد سندات غير مقيدة في البورصة فقدت شرط الاعفاء اصبحت ايرادات خاضعة للضريبة. ارباح بيع اوراق مالية غير مقيدة في البورصة. فوائد تأخير من بعض العملاء. إعانة نقدية من الحكومة، أنا بتكلم على قيمة ما تم تحصيله. إعانة عينية تتخذ شكل أصول، خدت قطعة أرض، خدت آلات ومعدات، خدت حاسبات آلية، أي مكان إعانة عينية تتخذ شكل أصول. القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة السوقية للأصول التي حصلت عليها. هذه الإيرادات عندما تأتي لك في التمرين باعتبار أنها خاضعة للضريبة ومدرجة في الدفاتر تترك دون إجراء تعديلات.
تمام. رقم اتنين، ايرادات خاضعة للضريبة بقيمة معينة حددها القانون. ارباح رأسمالية من ناتجة عن بيع اصل ثابت. لما يجيلك حاجة زي كده انت اللي هتحسب القيمة الواجب اخضاعها للضريبة بنص القانون. بنص القانون بيقول ان القيمة الواجب اخضاعها هي الفرق ما بين ثمن البيع ناقص القيمة الدفترية، علما بأن القيمة الدفترية كمحاسبة هي عبارة عن تكلفة الأصل مطروحا منها مجمع الإهلاك من وجهة النظر الضريبية. يبقى أنت بتحسب أولا القيمة الدفترية بطرح تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك من وجهة النظر الضريبية، كده جبت القيمة الدفترية. دخلها في المعادلة الأولى بقى، ثمن البيع ناقص القيمة الدفترية اللي انت حسبتها من شوية هيدي لك رقم، هو ده يمثل القيمة الواجب اخضاعها للضريبة. نفس الكلام في رقم اتنين، تعويض من شركة تأمين عن هلاك اصل ثابت، برضو القيمة الواجب اخضاعها للضريبة بنص القانون هي قيمة التعويض مطروحة منه القيمة الدفترية، وطبعا القيمة الدفترية بتحسب بنفس الاسلوب بتاع البند الاول. نمرة ثلاثة، تعويض من شركة تأمين عن هلاك بضاعة. خد بالك من الفرق، هلاك اصل ثابت غير هلاك بضاعة. وفقا لنص القانون تعويض من شركة تأمين عن هلاك بضاعة القيمة الواجب اخضاعها للضريبة بنص القانون هي قيمة التعويض بالكامل دون ان تخصم منه تكلفة البضاعة التالفة. رقم أربعة، إيراد عقار. لما يجي لك إيراد عقار القيمة الواجب إخضاعها للضريبة هو الإيراد السنوي للعقار اللي هو الإيجار الشهري مضروب فيه 12. أنت بكده أي إيراد من دول هيجي لك في السؤال أنت شغلك الشاغل أولا تحسب القيمة الواجب إخضاعها للضريبة، ادينا حسبناها. طيب الخطوة التانية، بعد ما تحسب القيمة الواجب اخضاعها للضريبة تقارن الرقم ده بالقيمة المتسجلة اصلا في الدفاتر، ومفروض تعدل صافي الربح بالفرق. هذا الفرق حسابيا ينطرح بالشكل ده، القيمة الواجب اخضاعها اللي انت حسبتها من شوية ناقص القيمة المسجلة في الدفاتر يديك الفرق، إشارته بالموجب أو إشارته بالسالب. لو إشارته بالموجب إذن يضاف إلى صافي الربح، ولو إشارته بالسالب إذن يخصم من صافي الربح. بنركز إحنا يهمنا الأثر على الربح، الموجب والسالب ده الأثر على الإيراد نفسه، فلو الأثر بالزيادة يعني الإيراد زاد ده برضو يزود صافي الربح، لو الأثر بالناقص يعني الإيراد مفروض ننقصه إذا يخصم من صافي الربح. طيب نمرة أربعة، إيرادات قد تكون خاضعة للضريبة أو غير خاضعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن الإيراد نفسه جزء منه يبقى خاضع وجزء آخر غير خاضع، فأنت يهمك الجزء اللي خاضع، الجزء اللي خاضع بتتركه، انما الجزء اللي غير خاضع هو ده اللي بتخصمه من صافي الربح. فالجدول متصمم على اساس خانة مكتوب فيها نوع الايراد، وخانة مكتوب فيها خاضع للضريبة الجزء اللي انت ها تتركه دون اجراء تعديلات، والعمود الاخير غير خاضع للضريبة ده الجزء اللي انت بتعدل بالربح انك ايه يخصم من صافي الربح. يعني مثلا لو قال لك ديون معدومة محصلة، لازم يذكر ليك في السؤال فيما إذا كان سبق اعتماده في الماضي أو لم يعتمد في الماضي. لو ذكر ليك ديون معدومة محصلة وأعقب الجملة ب سبق اعتمادها في الماضي فدي الإيرادات الخاضعة للضريبة اللي تترك دون إجراء تعديلات. إنما عندما يذكر ليك أنها لم تعتمد في الماضي فهذه إيرادات
غير خاضعة للضريبة لازم تعدل بيها صافي الربح، انك ايه بقى تخصمها من صافي الربح. انما لو قال لك ديون معدومة محصلة جزء منها سبق اعتماده وجزء لم يعتمد، فما سبق اعتماده هتتركه دون اجراء تعديلات، انما ما لم يعتمد في الماضي هو ده اللي هيخصم من صافي الربح، وهكذا بالنسبة لأي ايراد بعديه. يعني مثلا فروق عملة أجنبية لو أنها ناتجة عن تسوية معاملات تتعلق بالبيع والشراء، يعني بعت في تاريخ معين وحصلت في تاريخ لاحق وقتها كان سعر الصرف اتغير فأنتج فروق، هذه الفروق طالما ناتجة عن معاملات تتعلق بالبيع والشراء إذن فهي خاضعة للضريبة، لكن تسوية ناتجة عن تسوية حسابات أو قوائم بعملة أجنبية دي اللي بنسميها بلغة المحاسبة ترجمة حسابات أو ترجمة قوائم. تسوية معاملات خاضعة للضريبة إذا تدرج. تسوية أو ترجمة حسابات وقوائم بعملة أجنبية دي غير خاضعة للضريبة إذا تخصم. أرباح إعادة تقييم الأصول، مش هيقول لك أرباح إعادة تقييم الأصول ويسكت، لازم يقول لك إعادة التقييم كان بغرض إيه؟ بغرض ايه ده بقى يبقى خاضع ولا غير خاضع. لو قال لك ارباح اعادة تقييم الاصول بغرض تغيير الشكل القانوني تبقى ايرادات خاضعة للضريبة وتترك دون اجراء تعديلات، انما لو قال لك ارباح اعادة تقييم بغرض اظهار القيمة الحقيقية لها دي بنسميها في المحاسبة ارباح صورية او ورقية، وعلى هذا النحو فهي ايرادات غير خاضعة للضريبة إذن لو أنها مدرجة في الدفاتر إذن تخصم من صافي الربح. أرباح إعادة تقييم الأصول عند تقديمها كحصة عينية ومكتوبة جنبها نقط، نقط بقى هتجيلك في المسألة جملة من دول، عند تقديمها كحصة عينية في رأس مال شركة توصية بالأسهم، أو يقول لك شركة ذات مسؤولية محدودة، لو جاءت بهذا النص فهي إيرادات خاضعة للضريبة تترك دون إجراء تعديلات. لكن لو قال لك بقى أرباح إعادة تقييم الأصول عند تقديمها كحصة عينية في، وقال لك العمود الثاني حصة عينية في رأس مال شركة مساهمة، يبقى دي إيرادات غير خاضعة ولازم أتدخل في الحل وأعدل صافي الربح إن أخصمها من صافي الربح. تعويض بحكم قضائي، لما يقول لك تعويض بحكم قضائي مش هيسكت، هيقول لك التعويض كذا. لو قال لك التعويض المحصل كده يجيب لك كام رقم، رقمين، قيمة التعويض والجزء الايه الجزء المحصل. الجزء المحصل ده ايرادات خاضعة للضريبة، انما العمود التاني التعويض الذي لم يحصل فهو ايرادات غير خاضعة للضريبة، تستدعي انك تتدخل بتعديل صافي الربح انك تاخد هذا التعويض الذي لم يحصل وتخصمه من صافي الربح. طيب دي ايرادات بيجي لك جملة وجنبها تفسير، في ضوء التفسير هتقول بقى يبقى خاضع ولا غير خاضع، لو خاضع يترك، لو غير خاضع يخصم، لو جزء منه خاضع وجزء غير خاضع فانت هتخصم الجزء اللي غير خاضع. طيب كده خلصنا فحص بنود الايه الايرادات. في ايرادات معفاه قلت لك هتعالجها ازاي، دي هتبقى موجوده فقط في المرحله الثانيه بعد ما توصل الى صافي الربح المعدل تخصم الايرادات المعفاه. في ايرادات خاضعه للضريبه بكامل قيمتها لو قابلتها اتركها دون اجراء تعديلات. في ايرادات خاضعه بقيمه معينه حددها القانون، يبقى شغلك الشاغل تحسب ما هي القيمة الواجب إخضاعها للضريبة بنص القانون، وبعد ما تحسب هذه القيمة تقارنها باللي متسجل في الدفاتر وتعدل بالفرق ما بينهما. الفرق عشان يطلع بشكل صحيح في المعالجة اطرح القيمة الواجب إخضاعها ناقص القيمة المسجلة يديك الفرق بإشارة، لو الإشارة موجب إذا هذا الفرق يضاف إلى صافي الربح، ولو الإشارة سالب إذا هذا الفرق يخصم من صافي الربح. والنوع الأخير من الإيرادات هو الإيرادات اللي جزء منها قد يكون خاضع وجزء منها قد يكون إيه غير خاضع، فخد بالك
الجزء اللي خاضع بتتركه دون اجراء تعديلات، الجزء اللي غير خاضع هو ده اللي بيخصم من صافي الربح. تمام. نخش بعد كده على فحص بنود المصروفات. هنخش بقى على فحص بنود المصروفات، برضو مقسمينها مصروفات مسموح بيها ضريبيا، انا بقول لك على سبيل الحصر، مرتب صاحب المنشأة، مكافآت للعاملين، عمولة على المبيعات للعاملين ايضا، اقساط التأمين الاجتماعي المسددة. خد بالك، اقساط التأمين الاجتماعي المسددة حتى اذا كانت لا تخص السنة. هذه المصروفات لما تجيلك تترك دون اجراء تعديلات. طيب رقم 2، مصروفات غير مسموح بيها ضريبيا، دي لما تشوفها على طول تضاف الى صف الربح. المخصصات والاحتياطيات، اول ما تقابل اي مخصص او اي احتياطي يضاف الى صافي الربح. غرامة ناتجة عن مخالفة قوانين الدولة، قوانين التسعيرة الجبرية، قوانين التأمين على العمال، خلافه، أي مكان، المهم ناتجة عن مخالفة قوانين الدولة، أول ما تقابلها تضاف إلى صافي الربح. تكلفة بضاعة سحبها صاحب المنشأة لاستخدامه الشخصي اللي هي المسحوبات، أول ما تقابلها تضاف إلى صافي الربح. الثلاث حاجات دول اي حاجة منهم بتقابلها تضاف الى صافي الربح. يبقى اول حاجة مسموح بيها ضريبيا تترك، الاربع اسماء اللي فوق، ثلاث اسماء رقم 2، اي حاجة تقابلها تضاف الى صافي الربح. مصروفات مسموح بها بقيمة معينة، ادي بقى اللي مفروض انت بتركز ايه هي القيمة المسموح بيها، وبعد كده تقارن القيمة المسموح بيها اللي هتحسبها دلوقتي بالقيمة المسجلة في الدفاتر، وتعدل بالفرق ما بين اللي مسموح بيه والمسجل في الدفاتر. يبقى شغلك الشاغل بالنسبة لهذا النوع من المصروفات اللي هو المصروفات المسموح بيها بقيمة معينة، انك تحسب ما هي القيمة المسموح بيها ضريبيا. القيمة المسموح بيها ضريبيا بيوضحها الجدول التالي، الجدول الموجود في الصفحة دي وتكملته في الصفحة اللي بعدها. مرتبات العاملين القيمة المسموح بها هي المرتبات السنوية وفقا لأساس الاستحقاق، بمعنى المرتب الشهري مضروب في 12، لو اللي متسجل أكتر أو أقل من كده أنت بتعدل الربح. مصروفات الدعاية والإعلان، وبركز على الحملة الإعلانية، القيمة المسموح بها هي مبلغ الإعلان مقسوم على مدته بالشهور، واللي يطلع مضروب في المدة من تاريخ بدء الإعلان وحتى نهاية السنة. يعني مثلا عملت حملة إعلانية لمدة سنة تبدأ في 1/10، طالما بدأت في 1/10 إذا ما يخص السنة هي 10 و11 و12، كم شهر؟ 3. فبضرب مبلغ الإعلان على مدته بالكامل اللي هم 12 شهر، يطلع ما يعادل الشهر الواحد، أضرب في كام بقى؟ في 3، من تاريخ بدء الإعلان لغاية 31 إيه؟ 12. هو ده القيمة المسموح بها ضريبيا. طيب هذه المصروفات تعالج عند الحل كما يلي. أحسب القيمة المسموح بها، اتفقنا أحسبها إزاي؟ بعدل صافي الربح بالفرق ما بين الفرق، يطلع بالمعادلة دي، القيمة المسموح بها ناقص القيمة المسجلة في الدفاتر يديك فرق إشارته بالموجب أو فرق إشارته بالسالب. الموجب أو السالب اللي تجيلك معناها المطلوب تعديله، أزود المصروفات ولا أنقص المصروفات. ولأنه الأثر على الربح هو أثر عكسي، يبقى الموجب يخصم من صافي الربح والسالب يضاف الى صافي الربح. طيب
رقم 4، مصروفات مسموح بها بحد أقصى. صندوق التأمين الخاص اللي هو صندوق الزمالة، الشركة بتدفع اشتراكات في صندوق تأمين خاص لصالح العاملين، المسموح به كحد أقصى 20% من المرتبات السنوية للعاملين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو المرتبات السنوية للعاملين 20,000 مثلا، فبتضرب في 20% يطلع بيساوي 2400. 2400 ده الحد الايه؟ الحد الأقصى. لو القيمة المسجلة في الدفاتر أقل من كده فهي قيمة معتمدة بالكامل. 2000 معتمدة بالكامل، 2300 معتمدة بالكامل، 2400 معتمدة بالكامل. 2401 زاد واحد عن الحد الأقصى، أنا بعالج الواحد الزيادة ده اللي هو ما زاد عن الحد الأقصى. فحسبتي كلها أحسب الحد الأقصى كام؟ بعد كده أشوف اللي متسجل في الدفاتر. لو أنه في حدود الحد الأقصى، يعني أقل من أو بيساوي الحد الأقصى، فهو معتمد بالكامل. إنما لو أنه أكبر من الحد الأقصى، فأشوف هو أكبر بكام وأعدل الربح بهذا الفرق. لكن لو هي أقل من أو بيساوي الحد الأقصى، فهي معتمدة بالكامل. فهمتوا الكلام ماشي إزاي؟ طب أقساط التأمين على حياة صاحب المنشأة كحد أقصى 3000، لو بيدفع 2000 معتمدة بالكامل، 2500 معتمدة بالكامل، 2999 معتمدة بالكامل، 3000 معتمدة بالكامل، 3001 أو الواحد الزيادة ده بس هو اللي معدل بالربح. فطول ما الرقم اللي متسجل في الدفاتر في حدود الحد الأقصى، يعني أقل من أو بيساوي الحد الأقصى، فهو قيمة معتمدة بالكامل. إنما عندما يتجاوز الحد الأقصى فبعدل بهذا التجاوز، هذه الزيادة عن الحد الأقصى. إذا هذه المصروفات البندين دول تحديدا لما يقول لك في السؤال بتعالج ازاي اثناء الحل، بحسب الحد الاقصى، بعدل صافي الربح فقط، وركز في كلمه ايه فقط، عندما يكون القيمه المسجله اكبر من الحد الاقصى. بمعنى لو القيمه المسجله في حدود الحد الاقصى، يعني اقل من او بيساوي الحد الاقصى، لا يوجد تعديلات. انا هعدل بس امتى؟ لو القيمه المسجله زادت عن الحد الاقصى، فانا بعالج ايه؟ هذه الزيادة أو هذا الفرق يضاف إلى صافي الإيه؟ يضاف إلى صافي الربح. طيب، مصروفات قد تكون مسموح بها أو غير مسموح بها، برضو دي بند اللي هو بند رقم 5، مصروفات ممكن يبقى فيه جزء منها مسموح به وجزء غير مسموح به. الجزء اللي مسموح به يترك دون إجراء تعديلات، إنما الجزء اللي غير مسموح به هو ده اللي يضاف إلى صافي الربح. يعني مثلا مرتبات اقارب صاحب المنشأة، ابنه او زوجته ايا مكان، لو انها في حدود اجر المثل، يعني محاسب في الشركة وبيقبض 2000 جنيه، ومحاسب غيره ما هوش قريب صاحب الشركة بيقبض 2000 جنيه هو كمان، اذا لم يجامل احدا، لم يجامل قريبه، بديله اجر بالزيادة. طالما اديله اجر في حدود اجر المثل فالقيمة معتمدة ضريبية. لكن عندما يزيد عن أجر المثل فهذه الزيادة غير مسموح بها ضريبيا، يعني عينه محاسب بأجر سنوي شيء 4000، وفي المحاسب الثاني بيقبض 2000 بس، يبقى كأنه مجامله في الفرق اللي هو 2000 ما زاد عن أجر المثل، هو ده اللي بيضاف إلى صافي الربح. والمعاملة على أساس الاجر الايه؟ السنوي، ما زاد عن اجر المثل سنويا هو ده اللي بيضاف الى صافي الربح. فروق عمله اجنبيه، احنا سبق قلنا الكلام ده في الايرادات، بس كان وقتها فروق عمله اجنبيه فروق دائمه يعني مكاسب، لكن هنا فروق مدينه يعني خسائر عمله اجنبيه. لو انها ناتجه عن تسويه معاملات تتعلق بالبيع والشراء فهي مسموح بها ضريبيا، تطلب دون اجراء تعديلات. لو انها ناتجه عن ترجمه حسابات او قوائم بعمله اجنبيه فهي غير مسموح بها، اذا تضاف الى صافي الربح. خسائر بيع اوراق ماليه، وركز، مقيده في البورصه ولا غير مقيده في البورصه؟ لو مقيده في البورصه تترك دون اجراء تعديلات.
لو انها غير مقيده في البورصه تضاف الى صافي الربح. الضرائب التي تدفعها المنشاه، تحديدا ضريبه المباني، لو ان المنشاه تمتلك عقار وبتدفع عليه ضرائب، فالضريبه على العقار باكمله مسموح بها ضريبيا، لا ضريبه المباني. انما ضريبه ايرادات النشاط التجاري والصناعي اللي هي الضريبه محل الفحص، هذه غير مسموح بها ضريبيا، بمعنى انها تضاف الى صافي الربح. مصروفات سياره، لو ان السياره تستخدم بشكل مشترك ما بين اغراض المنشاه والاغراض الخاصه بصاحب المنشاه، الاغراض التي تخص المنشاه او استخدامات المنشاه مسموح بها ضريبيا، انما استخدامات صاحب المنشاه لاغراض شخصيه او منزليه فهذه الاستخدامات هي غير مسموح بها ضريبيا، تضاف الى صافي الربح. التبرعات المدفوعه الى، وتركز، الحكومه، الحكم المحلي، هيئه عامه زي مجهود حرب، زي بنك ناصر، مستشفى عام، كل الحاجات دي هي حكومه، حكومه مركزيه يعني احدى الوزارات، حكم محلي يعني احدى المحافظات، هيئه عامه أمثلة زي مجهود الحربي، زي بنك ناصر، مستشفى عام، كل الكلام ده هي تبرعات في النهاية إلى جهة حكومية، فدي مسموح بها ضريبيا وتترك. لكن لو تبرعات مدفوعة إلى جمعية خيرية أجنبية، وبنركز جمعية خيرية أجنبية، الكلمة الثالثة مهمة، حزب سياسي، مدفوعة إلى فقراء الحي، مدفوعة إلى زكاة المال، مدفوعة إلى أحد الأقارب، مدفوعة إلى ورثة أحد العاملين، كل هذه التبرعات غير مسموح بها ضريبيا، بمعنى لو قابلتها في الحل تضاف إلى صافي الربح. ثم الديون المعدومة، هذه الديون المعدومة لو مر على تاريخ استحقاقها 18 شهر تبقى غير مسموح بها ضريبيا، أي فترة أقل من كده يبقى غير مسموح بها ضريبيا، اذا تضاف الى صافي الربح. فخد بالك البند، شوف التعليق اللي جنبيه في المساله، هو ده اللي هيوجهك تسيبها دون اجراء تعديلات ولا تتدخل وتجري تعديل على الربح. ده البند رقم 5. البند الاخير في المصروفات، مصروفات ذات طبيعه خاصه. احنا اتكلمنا من شويه على التبرعات، قلت لك الحكومه والحكم المحلي والكلام من ده، وقلت لك تبرعات لجمعيه خيريه اجنبيه وحزب سياسي، ده النوع الثالث من التبرعات بقى له طبيعه خاصه. التبرعات المدفوعه لاحد الجهات الاتيه: جمعيه خيريه مصريه او مؤسسه اجتماعيه مصريه، نادي مثلا، مدرسه او مسجد، مستشفى، وكل الحاجات دي في النهايه خاضعه لاشراف حكومي. يعني جملة خضاع لإشراف حكومي مش على المستشفى بس، على الأربع حاجات دول: جمعية خيرية مصرية خاضعة لإشراف حكومي، مؤسسة اجتماعية مصرية خاضعة لإشراف حكومي، مدرسة أو مسجد خاضعة لإشراف حكومي، مش لازم مسجد، ممكن كنيسة، المهم دور العلم أو دور العبادة، مستشفى خاضع لإشراف حكومي. كل الحاجات دي لما تقابلها أثناء الحل هي لها معالجة خاصة أثناء الحل. هذه المعالجة تنحصر في خطوتين: أي بند تقابله أثناء الحل يضاف مؤقتا لصافي الربح، دي الخطوة رقم 1، يضاف مؤقتا لصافي الربح، وهتكمل حلك في الآخر لغاية ما توصل إلى، دي الخطوة الثانية، بعد الوصول إلى صافي الربح المعدل تستكمل بقى إجراءات خاصة بإيه؟ بهذا التبرع. تقارن ما بين التبرع اللي انت ضفته مؤقتا لصافي الربح اثناء الحل والحد الاقصى. الحد الاقصى للتبرع هو صافي الربح المعدل في 10 على 110، ويخصم ايهما اقل من صافي الربح المعدل. يعني هيبقى صافي الربح هنعدل، اثناء التعديل هضيف اي بند بالتبرعات من دول واكمل حلي لغايه ما اوصل في الاخر الى صافي الربح المعدل، هسميه ساعتها بقى صافي الربح المعدل قبل خصم التبرعات او قبل معالجه التبرعات.
وأقارن بقى بعد ما أوصل لصافي الربح المعدل هذا، أقارن ما بين التبرعات اللي ضفتها مؤقتا والحد الأقصى للتبرعات. طب ما هو الحد الأقصى؟ الحد الأقصى بيساوي صافي الربح المعدل مضروب فيه 10 على 110. بقى عندك رقمين، أيهم أقل هو اللي بيخصم من صافي الإيه؟ أيهم أقل هو اللي بيخصم من صافي الربح. ده معالجة التبرعات بهذا النوع. البند التاني اللي له معالجة خاصة هو عوائد القروض أو العوائد المدينة. القيمة المسجلة في الدفاتر تضاف إلى صافي الربح، والقيمة المسموح بها ضريبيا دي اللي بتخصم من صافي الربح، يعني يضاف ويخصم. طيب، القيمة المسجلة في الدفاتر وعرفناها موجودة في المعطيات تضاف إلى صافي الربح. طب القيمة المسموح بها ضريبيا أحسبها إزاي؟ فأنا قايل لك طريقة حسابها أهو. تحسب كما يلي: أولا أدرى آخد عوائد القروض كما جاءت في التمرين وأخصم منها حاجتين، فدوق معلومات في المسألة: عوائد دائنة معفاة، ودي هتدور على ضمن الإيرادات وأنت عارف أسماء العوائد المعفاة، عوائد سندات مقيدة في البورصة وعوائد ودائع ببنوك، أي حد منهم ده اسمه إيه؟ عوائد دائنة معفاة موجودة ضمن الإيه؟ الإيرادات. بس الإيرادات المعفاة أربعة، يا إما العوائد فيهم بس عوائد سندات مقيدة في البورصة أو عوائد ودائع بالبنوك، أي حد منهم بيتخصم اسمه عوائد دائنة معفاة. نمرة اتنين، عوائد مدفوعة لشخص طبيعي معفى. بعد ما أخد عوائد القروض وأطرح منها الاتنين دول أطلع رقم، ده أولا. ثانيا أخد الرقم اللي حسبته في أولا ده وأضربه في شرط الكسر، البسط فوق مثلي يعني ضعف قده مرتين مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، نسبة مئوية هتجيلك، مقسوم على معدل العوائد الايه؟ المدينة. أهو ناتج ثانيا ده يمثل ايه؟ القيمة المسموح بها ضريبيا. فالقيمة المسجلة جات لك في المسألة، القيمة المسموح بها ضريبيا هتحسبها بهذه القواعد، وفي النهاية المسجل يضاف والمسموح باللي انت حسبته هو ده اللي بيخصم من صافي الربح. البند الثالث اللي له معالجة خاصة إهلاك الأصول الثابتة، برضو إهلاك محاسبي مسجل في الدفاتر ده برضو يضاف، وإهلاك ضريبي أنا بحسبه وفقا لقواعد معينة وبعد ما أحسبه يخصم من صافي الربح. المحاسبي يضاف، مين المحاسبي؟ المتسجل في الدفاتر يضاف إلى صافي الربح، وأخصم الإهلاك الضريبي. هذا الإهلاك الضريبي بحسبه وفقا لقواعد معينه وبعد ما احسبه اقسمه من صافي الربح. طب ايه بقى ملخص هذه القواعد؟ اهي فيما يلي قواعد حساب الاهلاك الضريبي: مباني والانشاءات اضرب التكلفه في المعدل في المده، المده اللي هي المعدل اللي هو كام؟ 5%، معدل ثابت، معدل اهلاك المباني والانشاءات 5%، وبحسب الاهلاك بالنسبه للمباني والانشاءات هذه الطريقة اسمها طريقة القسط الثابت، تكلفة في المعدل في المدة. الأصول المعنوية زي حق اقتراع زي اسم تجاري زي علامة تجارية برضو بنفس القواعد، تكلفة في المعدل في المدة، بس المعدل هنا 10%. أول بندين دول بحسب عليهم الإلاك بطريقة اسمها طريقة القسط الثابت اللي هي المعادلتين دول. طيب دي اسمها المجموعة الأولى، مباني وانشاءات واصول معنويه. المجموعه الاولى يحسب الاهلاك الضريبي وفقا لقاعده اسمها القسط الثابت اللي هو المعادله بتاعته التكلفه في المعدل في المده، المعدل تحفظه 5% في المباني و10% في الاصول المعنويه. طيب انما المجموعه الثانيه اللي هي عباره عن 3 الحاسبات الاليه و4 الاصول الاخرى اساس وسيارات و5 الآلات والمعدات، دي بحسب عليها الإهلاك وفقا لقاعدة اسمها أساس الإهلاك. رقم 3 و4 و5 الإهلاك الضريبي بيحسب وفقا لحاجة اسمها نظام أساس الإهلاك. إيه موضوع أساس الإهلاك؟
بص معايا على الحاسبات الآلية. أولا باخد أساس العلاج في أول المدة، قيمة معطاة، وبعدل بالحركة اللي تمت أثناء السنة إضافات أو استبعادات. الإضافات يعني اشتري حاسبات جديدة طبعا هجمعها، والاستبعادات يعني بعت حاسبات هطرحها، واجيب اساس الاهلاك في اخر المده. اذا اساس الاهلاك في اول المده قيمه معطاه، الحركه اضافات تجمع، استبعادات تطرح. اضافات يعني بشتري، استبعادات يعني ببيع، واجيب اساس اهلاك في اخر المده. الاهلاك الضريبي هو 50% من اساس الاهلاك، يعني الاهلاك الضريبي بالنسبه للحاسبات الاليه هو اساس الاهلاك في اخر المده مضروبا في 50%، ويبقى السطر قبل الاخير هو ده اللي يهمني. الاهلاك الضريبي كام؟ اضرب السطر اللي قبليه اللي هو اساس الاهلاك في اخر المدة مضروب فيه 50%. طيب بالنسبة لي رقم 4، نفس القواعد هي هيها، اساس اهلاك بجمع الاضافات وبطرح الاستبعادات، اجيب اساس اهلاك في اخر المدة. الاهلاك 25%، اهلاك الضريبي 25% من اساس الاهلاك في اخر المدة. فانت برضو بتهتم بالسطر ايه قبل الاخير. الاهلاك الضريبي في الحاسبات اساس الاهلاك في اخر المدة مضروبا في 50%. الاهلاك بالنسبة للاصول الاخرى زي اساس او سيارات، اساس الاهلاك في اخر المدة مضروبا في 25%. طيب العمود الأخير بقى ركز معايا فيه اللي هو الآلات والمعدات. الآلات والمعدات ونركز مع بعض، لو إنك شغال في منشأة تجارية فقواعد إهلاكه هي هي قواعد إهلاك الأصول الأخرى، الأساس والسيارات. لكن لو إنك شغال في منشأة صناعية فدي ليها معالجة مختلفة شيئويه عن المنشأة التجارية. إيه المعالجة المختلفة؟ تابع معايا واحدة بواحدة. أساس إهلاك في أول المدة وبتجمع الإضافات اللي هي اشتريت آلات جديدة. هذه الآلات الجديدة اللي أنت اشتريتها بقى أو حتى كانت آلات مستعملة، هذه الإضافات هيتحسب عليها إهلاك بمعدل 30% اسمه إهلاك أولي. أضرب الإضافات اللي تمت في كام؟ في 30%، ده اسمه إهلاك أولي. وكمل بقية شغل عادي بقى، ده السطر الزيادة. بحسب على الاضافات اهلاك اولي بمعدل 30%، وبعد كده بكمل الحركه بطرح الاستبعادات عشان اجيب اساس اهلاك في اخر المده، واحسب كمان اهلاك عادي على اساس الاهلاك. اساس اهلاك مضروب برضو في 25%. يعني الالات والمعدات بحسب لها نوعين من الاهلاك، اهلاك اولي على الاضافات فقط، واهلاك عادي على اساس الاهلاك بتاع اخر المده بعد ما اضيف واستبعد. اذن الاهلاك الضريبي لبند الات ومعدات في منشاه صناعيه هو مجموع اهلاكين، اهلاك اولي 30% من الاضافات، واهلاك عادي 25% من اساس الاهلاك في اخر الايه في اخر المده. هذه القواعد عليها ملاحظات، ادي ملاحظات. إذا كان أساس الإهلاك في آخر المدة قيمة أقل من أو بيساوي 10,000، يعني بعد ما عملت الجدول وصلت إلى أساس الإهلاك طلع الرقم ده 10,000 أو أقل منه، تكون نسبة الإهلاك الضريبي 100%. يعني طلع أساس إهلاك 10 يبقى إهلاك ضريبي 10، أساس إهلاك 9 يبقى إهلاك ضريبي 9. مش هتطبق بقى القواعد، القواعد إن أنت إن أساس إهلاك يبقى أكتر من 10 هتطبق القواعد اللي قلناها، لكن لو 10 او اقل يبقى توقف تفعيل القواعد وتاخد الاهلاك الضريبي هو كل القيمه اللي جت اللي هي ال10 او الاقل منها. الملاحظه الثانيه، اذا كان اساس الاهلاك في اخر المده قيمه سالبه حسب ما طلعش بقى 10 او اقل، طلع كمان بالسالب، لا تستكمل جدول الاهلاك وتعالج هذه القيمة السالبة وكأنها أرباح رأسمالية تضاف إلى صافي الربح. نمرة 3، الإهلاك الأولي لآلات ومعدات
يحسب فقط في المنشآت الصناعية. إذا لو في منشأة تجارية فده معناه إن مفيش سطر اسمه إهلاك أولي. نمرة أربعة، في حالة وجود إعلانات مستديمة، لوحات صاج أو أعلام بالنيون، باعتبار أن هذه إعلانات مستديمة إذن فهي أساسا أصل ثابت. كون أنها أصل ثابت إذن القيمة يجب أن لا تظهر في قائمة الدخل، يضاف إلى صافي الربح، لأنه مش واجب يظهر في قائمة الدخل، يظهر في الميزانية ما يبانش في قائمة الدخل. فلو بان في قائمة الدخل إعلانات مستديمة، أولا يضاف إلى صافي الربح لكونه مصروف بيسموه في المحاسبة مصروف رأس مالي وليس مصروف إيرادي. وبعد ما ضفته لصافي الربح أبدأ بقى أحسب له إهلاك إيه؟ ضريبي. وأنا بحسب له إهلاك ضريبي بيخش في زمرة الإيه بقى؟ الأصول الأخرى اللي هي أساس وسيارات، يخش معاهم كإضافات، ونعمل جدول نكمل الجدول على إن هو هذه الإعلانات المستديمة دخلت جوه جدول إهلاك الإيه؟ الأصول الأخرى اللي هي الأساس والسيارات. دي قواعد تعديل صافي الربح سواء بالنسبة للإيرادات أو بالنسبة للمصروفات، وأخيرا بالنسبة للمعالجات الإيه؟ المعالجات الخاصة. احنا بقى في المرة اللي جاية واللي بعدها هنطبق على كده.